أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا
فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله
إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر
ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 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 فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 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 ولكم الويل مما تصفون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون فأنى تسحرون فأنى تسحرون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون
قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 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 إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة بيده عقدة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 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 بيده عقدة النكاح قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة 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 من لساني يفقه قولي قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وما يبدئ الباطل وما يعيد فإذا جاء أمر الله قضي بالحق قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون وخسر هنالك المبطلون أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم وأخرى لم تقدروا عليها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه إن ربي على كل شيء حفيظ
على كل شيء حفيظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وربك على كل شيء حفيظ وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وإن عليكم لحافظين إن كل نفس لما عليها حافظ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنه عمل غير صالح وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل
وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ومكروا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وإن تولوا فإنما هم في شقاق
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو
فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت والبحر المسجور والبحر المسجور مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أيمسكه على هون أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب فويل لهم مما كتبت أيديهم فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فشربوا منه إلا قليلا منهم فشربوا منه إلا قليلا منهم يخرج من بطونها يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم والجلود إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون يغلي في البطون كغلي الحميم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه
للبث في بطنه إلى يوم يبعثون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين فات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كله دقه وجله اللهم لك الحمد يا من توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت ملكت فقهرت وخلقت فأمرت لا تحول ولا تزول لا تغيب ولا تفوت قائم بنفسك سبحانك أنت الواحد العظيم في جلاله وقدسه الكبير المتعال العالم بكل حال سبحانك أنت المتكبر ذو الجلال والإكرام نحمدك سبحانك بحمد الأنبياء والملائكة المقربين نحمدك سبحانك بحمد الأولياء والصالحين اللهم إنا نحمدك بما تحب أن تسمع من عبادك حمدا اللهم نحمدك حمدا كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت أكبر كبيرا اللهم لك الحمد كثيرا اللهم إنا نسبحك بكرة وأصيلا اللهم أنت العالم بكل حال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب
هازم الأحزاب، شديد العقاب، سريع الحساب. اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عددا، اللهم احصِ السحرة وأعوانهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم قتل السحرة وأعوانهم أجمعين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من أسحارهم وعقدهم وربطهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه أحد. اللهم أهلك أقواهم، اللهم أهلك أعتاهم، اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم، اللهم أهلك أمكرهم وأكبرهم وأدهاهم، اللهم أهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم، اللهم أهلك أعلمهم بالسحر وأشدهم. اللهم أهلك كل جبار عنيد، شيطان متكبر مريد. اللهم أهلك من تسلطوا بالسحر على عبادك عددا، اللهم اقتلهم بددا فإنهم لا يعجزونك. اللهم أهلكهم هلاك عاد وثمود، اللهم اجعل عاليهم سافلهم كقوم لوط. اللهم ارجمهم بحجارة، اللهم ارجمهم بحجارة من سجيل منضود مسومة عندك من الشياطين غير بعيد. اللهم وأرسل عليهم ريحا صرصرا، اللهم أرسل عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. اللهم اجعلهم كأعجاز نخل منقعر. اللهم أهلكهم بالطاغية، اللهم أهلكهم بالطاغية، اللهم لا تجعل لهم من باقية، اللهم لا تجعل لهم من باقية. اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك. اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم، اللهم أنزل عليهم رجزك الأليم وعذابك الشديد. اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة من عندك يسومونهم سوء العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم ويذيقوهم عذاب الحريق. اللهم أنزل عليهم رجزا من السماء، اللهم وأغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء، اللهم أغرقهم وأطبق عليهم كقوم فرعون الماء. اللهم أرسل عليهم أنجما ثاقبة وشهبا حارقة وشهبا حارقة وصواعق قاتلة وصواعق قاتلة مدمرة. اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا، واكبتهم والعنهم لعنا كبيرا. اللهم اقتل من سحر وطغى وبغى وكان لآياتك عنيدا، وكان لآياتك عنيدا. اللهم ارهقه صعودا، اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما، اللهم اجعل النجوم عليهم رجوما، والزقوم لهم طعاما، واسقهم حميما. اللهم الق في قلوبهم الرعب، اللهم الق في قلوبهم الرعب، اللهم فزعهم تفزيعا، وحل بينهم وبين ما يشتهون، وحل بينهم وبين ما يريدون ويبغون. اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم قتلهم تقتيلا، وحرقهم تحريقا. اللهم صب من فوق رؤوسهم الحميم، اللهم اصهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون، اللهم اصهر به ما في الأرحام والظهور والأيدي والأرجل والعورات والبطون. اللهم احرقهم بنار تأتيهم بغتة لا يستطيعون ردها عن وجوههم وأجسادهم، واجعلهم حصيدا خامدين. اللهم صب عليهم العذاب صبا، اللهم لا تبق منهم أحدا أبدا. اللهم صب عليهم سوط عذاب، اللهم اجعلهم كهشيم المحتضر، اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالا وسعيرا، اللهم اجعل في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم سلاسل وأغلالا وسعيرا. اللهم حرق من أدبر واستكبر وعبس للحق وبسر وحسد وعقد وربط وسحر.
اللهم وصله سقر، اللهم لا تبقي منه ولا من جنده أحدا ولا تذر، اللهم اخسف بهم الأرض، اللهم ارسل عليهم حاصبا من السماء واقطع عنهم أسباب الحياة، اللهم أنزلهم من صياصيهم واخرجهم من حصونهم وبيوتهم أذلة صاغرين، اللهم اكسر ملكهم واقسم ظهورهم واكسر شوكتهم وعطل أسلحتهم وما يستخدمونه في أسحارهم ضد المسلمين، اللهم ابطل أسحارهم أينما كانت وكيفما كانت، اللهم عليك باليهود والنصارى ومن شايعهم وأعانهم من السحارة يا قوي يا متين. بسم الله يبطل كل سحر مأكول، بسم الله يبطل كل سحر مأكول، بسم الله يبطل كل سحر مشروب، بسم الله يبطل كل سحر مشروب، بسمك اللهم يبطل كل سحر مأكول مشروب، بسمك اللهم يبطل كل سحر مأكول مشروب، بسم الله يبطل كل سحر معقود، يبطل كل سحر معقود، بسم الله يبطل كل سحر مرشوش، بسم الله يبطل كل سحر مرشوش، بسم الله يبطل كل سحر مدفون، بسم الله يبطل كل سحر مدفون، بسم الله يبطل كل سحر محروس، بسم الله يحرق كل سحر محروس، اللهم ابطل كل سحر مدفون عند البيوت، بسم الله يبطل كل سحر مدفون تحت الأعتاب، اللهم ابطل كل سحر مدفون في القبور، اللهم ابطل كل سحر في قبر، اللهم ابطل كل سحر في قبر، اللهم ابطل كل سحر في ميت في قبر، اللهم ابطل كل سحر منثور، اللهم ابطل كل سحر منثور، اللهم ابطل كل سحر في عطر أو بخور، اللهم ابطل كل سحر مشموم في عطر أو بخور، اللهم ابطل كل سحر مكتوب، اللهم ابطل كل سحر بدم مكتوب، اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه، اللهم ابطل كل سحر بحروف أو أرقام أو جداول كتبوه، اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبوه ونقلوه، اللهم ابطل كل سحر سفلي، اللهم ابطل كل سحر سفلي، اللهم ابطل كل سحر قديم قوي خفي، اللهم ابطل كل سحر قديم قوي خفي، اللهم ابطل سحر الكواكب والنجوم، اللهم ابطل سحر عباد الكواكب والنجوم، اللهم ابطل أسحار اليهود، اللهم ابطل أسحار اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس، إنك أنت القوي العزيز، اللهم ابطل كل سحر في كنيسة عقدوه، اللهم ابطل كل سحر في كنيسة عقدوه، اللهم ابطل كل سحر على صورة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر على صورة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في تمثال صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في تمثال بإبر ودبابيس صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في تمثال، اللهم ابطل كل سحر في تمثال ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في تمثال دفنوه، اللهم ابطل كل سحر في خيط عقدوه، اللهم ابطل كل سحر في خيوط عقدوه، اللهم ابطل كل سحر معقود مربوط، اللهم ابطل كل سحر معقود مربوط، اللهم ابطل كل سحر من أجزاء الحيوان صنعوه، اللهم ابطل كل سحر في شعر عقدوه، اللهم ابطل كل سحر في شعر عقدوه، اللهم ابطل كل سحر من آثار المسحور صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من ملابس المسحور ربطوه وعقدوه، اللهم ابطل كل سحر بدم كتبوه، اللهم ابطل كل سحر بدم امرأة كتبوه، اللهم ابطل كل سحر بدم امرأة صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بذهب أو فضة أو نحاس أو زئبق صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين، اللهم ابطل كل سحر بزئبق استجلبوا به الشياطين، اللهم ابطل سحر الأرواح، اللهم ابطل سحر الأرواح، اللهم ابطل سحر قلب العقول، اللهم ابطل سحر الجنون، اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج، اللهم ابطل سحر تفريق الأزواج، اللهم ابطل سحر الطلاق، اللهم ابطل أسحار الطلاق والفرقة والبغضاء، اللهم ابطل سحر البغضاء، اللهم اجعل في سحر الطلاق زيادة في المحبة، اللهم اجعل في سحر تفريق الأزواج زيادة في المحبة والمودة، اللهم ابطل أسحار المحبة،
اللهم ابطل أسحار المحبة، اللهم ابطل أسحار المحبة المحرمة، اللهم ابطل أسحار الزنا، اللهم ابطل أسحار الوقوع في الزنا، اللهم ابطل أسحار التسخير والجلب والمحبة، اللهم ابطل كل سحر على القلوب، اللهم ابطل كل سحر على القلوب، اللهم ابطل كل سحر يغير القلوب، اللهم ابطل عقد المحبة، اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر تعطيل الزواج، اللهم ابطل سحر العنوسة، اللهم ابطل سحر البوار، اللهم ابطل سحر البوار، اللهم ابطل سحر صرف الأزواج، اللهم ابطل أسحار الجان، اللهم ابطل أسحار العاشق، اللهم ابطل سحر العاشق، اللهم ابطل سحر العاشق من الجان، اللهم ابطل أسحار المرض، اللهم ابطل أسحار السرطان، اللهم ابطل أسحار السرطان، اللهم ابطل أسحار الجنون، اللهم ابطل سحر الجنون، اللهم ابطل سحر الوسوسة، اللهم ابطل سحر عدم الإنجاب، اللهم ابطل سحر عدم الإنجاب، اللهم ابطل سحر الإسقاط، اللهم ابطل سحر العقم، اللهم ابطل أسحار العقم والنزيف، اللهم ابطل أسحار النزيف، اللهم حل كل عقد في الأرحام، اللهم حل كل عقد وربط شديد في الأرحام، اللهم احرق ما في الأرحام من عقد وسدد، اللهم ابطل سحر ربط الأزواج، اللهم حل كل ربط على الأزواج، اللهم حل كل ربط قوي على العورات، اللهم ابطل سحر الأزواج، اللهم ابطل سحر الأزواج، اللهم ابطل أسحار البغضاء، اللهم ابطل سحر تعطيل العمل، اللهم ابطل سحر تعطيل العمل، اللهم ابطل سحر الخسارة، اللهم ابطل سحر تبديد الأموال، اللهم ابطل سحر تبديد الأموال، اللهم ابطل أسحار الفقر، اللهم ابطل أسحار الكفر، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الالتزام، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الاستقامة، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الحجاب، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الحجاب، اللهم ابطل كل سحر يصد عن القرآن، اللهم ابطل كل سحر يصد عن الإسلام، اللهم ابطل أسحار الكفر والفجور، اللهم ابطل أسحار الكفر والفجور، اللهم ابطل أسحار الشلل، اللهم ابطل أسحار الشلل، اللهم ابطل أسحار القتل والهلاك، اللهم ابطل سحر القتل والانتقام والهلاك، اللهم ابطل أسحار السرقة والابتزاز، اللهم ابطل سحر السرقة والابتزاز، اللهم ابطل كل سحر مستمر، اللهم ابطل كل سحر مستمر، اللهم ابطل كل سحر مستمر يجدد، اللهم ابطل كل سحر تم بالعيون، اللهم ابطل كل سحر تم بنظرة، اللهم ابطل كل سحر من عين الساحر تم، اللهم ابطل كل سحر قوي، اللهم ابطل كل سحر قوي، اللهم ابطل كل عقدة، اللهم ابطل كل عقدة في الأجساد، اللهم احرق كل عقدة وحل كل عقدة، اللهم ابطل أكبر العقد، اللهم حل أكبر العقد، اللهم حل أكبر عقدة تفرعت منها العقد، اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم ابطل سحر الأسر، اللهم ابطل سحر الأسر، اللهم ابطل كل سحر أصله في الأم أو الأب، اللهم ابطل كل سحر أصله في الأم أو الأب، اللهم ابطل كل سحر أصله في الأم أو الأب، اللهم ابطل كل سحر خفي قوي، اللهم ابطل كل سحر غار في الأجواف، اللهم ابطل كل سحر غار في الأجواف، اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم أذق الساحر ألم سحره، اللهم أذقه وبال أمره، اللهم اجعل عاقبة أمره خسرا، اللهم اقلب السحرة على أعوانهم، اللهم اقلب السحرة على أعوانهم وسحرتهم، اللهم اقلب أعوان السحرة خائبين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم اخرجهم من الأجساد أذلة صاغرين، اللهم انصر عبدك وأمتك، اللهم انصر كتابك ودينك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم افتح لعبدك فتحا مبينا، اللهم اشفهم شفاء لا سقم بعده، اللهم انزل الشفاء، اللهم ارفع كل الداء، اللهم اشفهم بشفاك واحذر عنهم أذاك، اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم لا يبطل السحر إلا أنت، ولا يحل العقد إلا أنت،
اللهم ما تم السحر إلا بإذنك وبعلمك، ولا يبطل إلا بإذنك وقدرتك. اللهم ابطل الأسحار كلها، اللهم ابطل الأسحار كلها، خفيها وقويها وقديمها وجديدها. اللهم ابطل الأسحار التي فيهم تعددت، اللهم ابطل الأسحار الكثيرة التي فيهم تنوعت، اللهم ابطل أسحار الأسر، اللهم ابطل سحر تفريق الأسر، اللهم ابطل سحر تدمير الأسر، اللهم ابطل سحر الأقارب، اللهم ابطل أسحار الأقارب، اللهم ابطل كل سحر من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر توارثوه، اللهم ابطل كل سحر توارثه الأبناء من الآباء والأمهات والأجداد، اللهم ابطل كل سحر ممتد، اللهم ابطل كل سحر ممتد، اللهم ابطل أسحار الأرق، اللهم ابطل أسحار الفشل، اللهم ابطل أسحار الفشل، اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه، اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه وفعله، اللهم ابطل كل سحر يعطل علمه، اللهم ابطل كل سحر أنسى، اللهم ابطل سحر شرود الأذهان وسحر النسيان، اللهم ابطل أسحار العمى، اللهم ابطل كل سحر على الكلى، اللهم ابطل كل سحر لفساد الأجساد صنعوه، اللهم ابطل كل سحر لفساد الأجساد صنعوه، اللهم ابطل ما في البيوت، اللهم ابطل ما في البيوت من أسحار خفية، اللهم ابطل ما في البيوت من سحر أخفوه، اللهم ابطل كل سحر في البيوت، اللهم احرق ما في البيوت من أسحار محروسة، اللهم ابطل كل سحر في بيت من سحر، اللهم ابطل كل سحر في بيوت السحرة، اللهم ابطل كل سحر في البحر رموه، اللهم ابطل كل سحر في البحر أثقلوه، اللهم احرق ما في البحار من أسحار المسلمين، اللهم احرق ما في الأنهار من أسحار المسلمين، اللهم احرق ما على شاطئ البحر من أسحار دفنوها، اللهم ابطل كل سحر في طير ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في طير ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في شجر ربطوه، اللهم ابطل كل سحر في شجرة علقوه، اللهم ابطل كل سحر من الآثار صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من معدن صنعوه، اللهم ابطل كل سحر على خشب صنعوه، اللهم ابطل كل سحر منقوش، اللهم ابطل كل سحر منقوش، اللهم ابطل كل سحر مرسوم، اللهم ابطل سحر الطلاسم، اللهم ابطل سحر الطلاسم، اللهم ابطل كل سحر محروس، اللهم ابطل ما في البطون، اللهم ابطل ما في البطون، اللهم اخرج ما في البطون، وقطع ما في البطون، وحرق ما في البطون، اللهم اخرج ما في البطون والأرحام، اللهم احرق ما على الصدور، اللهم احرق ما على الصدور، اللهم ابطل كل سحر على القوى، اللهم ابطل كل سحر على القوى، اللهم ابطل كل سحر على القوى، اللهم حل كل مسحور، اللهم حل كل مربوط، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أنت عضدنا وأنت نصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل، اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة، اللهم إنا نجعلك في نحور السحرة وخدامهم وحراسهم وكبرائهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ومن عقدهم وأسحارهم وأسلحتهم، اللهم ابطل كل سحر مرشوش، اللهم ابطل كل سحر مرشوش، اللهم ابطل كل سحر استغاثوا فيه بملوك الجان، اللهم ابطل كل سحر استغاثوا فيه بملوك الجان، اللهم ابطل كل سحر على المبايض والأرحام، اللهم ابطل كل سحر في جثث وعظام، اللهم ابطل كل سحر في الجماجم صنعوه، اللهم ابطل كل سحر ملموس، اللهم ابطل كل سحر ملبوس، اللهم ابطل كل سحر بالمصافحة تم، اللهم ابطل كل سحر عبر الهاتف صنعوه، اللهم ابطل كل سحر من بلد بعيد صنعوه، اللهم ابطل كل سحر بآية عكسوها، بآية حرفوها، اللهم ابطل كل سحر امتهنوا فيه كتابك، اللهم ابطل كل سحر حركته الرياح، اللهم ابطل كل سحر في جبل، اللهم ابطل كل سحر في جبل أو غار، اللهم إنا نعوذ بك من غدرهم ومكرهم، اللهم إنا نعوذ بك من حقدهم وحسدهم، اللهم إنا نعوذ بك من شدة بطشهم وتربصهم ومتابعتهم وتجديدهم،
اللهم إنا نعوذ بك من صبرهم وصبر شياطينهم واستماتتهم، اللهم إنا نعوذ بك من استماتتهم وشهواتهم وزيغهم وضلالاتهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله الذي هو حسبنا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله. اللهم قاتل السحرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويؤذون عبادك وإماءك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم إنا نسألك بقدرتك التي تمسك بها السماوات السبع أن تكفينا بأس السحرة والشياطين والعفاريت والمردة، أن تكفينا بأس السحرة والشياطين والعفاريت والمردة، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت، ولا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اللهم بصر كل مسحور بسحره، اللهم بصر كل مسحور بمكان سحره، اللهم بصر كل مسحور بدائه ودوائه. ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنت رب المستضعفين، أنت رب المسحورين المستغيثين بك وحدك في كشف البلاء، في كشف الكرب وفي كشف الغم وفي كشف السحر يا أرحم الراحمين. اللهم فأنزل رحمة من رحمتك، اللهم أنزل رحمة من رحمتك التي وسعت كل شيء، وشفاء من شفائك، وأنزل شفاء من شفائك على كل سحر فيبطل، اللهم أنزل شفاء من شفائك على كل سحر فيزول، اللهم أنزل شفاء من شفائك على كل سحر فيحرق، على كل سحر فيخرج، على كل سحر فيبطل ويفسد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا فنهلك، عليك توكلنا، فاكشف البلاء، اللهم اكشف البلاء، اللهم اكشف كل بلاء، اللهم بصرنا بالداء والدواء، اللهم بصرنا بالداء والدواء. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.